قالوها نيو دي نيو يبا كتشوفوني كنضحك على حيت اش معاكم جاتو الكاميرا والله الا معصبه افو حيت جبت الكاميرا وعلى بالي جبت دو ميموري كارت كارت ميموار وجوج ديال هذا وجوج ديال لي باتري فاش جيت لقيت ما كايناش كارت ميموار المشكله ما عرفتش واش طاحت ليا ولا خليتها في الدار حيتاش اليوم خويتهم بجوج وفورماتيتهم على اساس غادي نجيو لهنا ايوا ما جبتهاش المشكله هاد البلاصه اللي جينا لها اليوم كلشي جا لها على ودي نورمالمون ما بغاو يمشيو لواحد بلاصه اخرى وانا قلت لهم نجيو هنايا ومعوله كلشي زعما جايبه معايا ماتيريال كثر والمشكله حتى الجو برو ما جبتهاش يعني ما عندي والو الحل دابا انني كنصور بالتليفون ما كنحملش نصور بالتليفون باسكو لا كاليتي كتكون عيانه وما كنصورش على راحتي داكشي اللي بغيت ودي زوندغوا وداكشي مي بون جي ريان ا فير ومهم ماشي مشكل سمايلين المهم جينا حنا وخت مروان الصغيره وجوج خواتات اخرين ديجا شفتهم جينا لقاتينا القريه ديال بابا مروان ديجا جينا ليها مي انا اللي قلت لهم نعاودو نجيو لها حيت ما شفتش دي بارتي فيها وقلت لهم بغيت نرجع ليها هما كانوا باغيين يمشيو واحد لوندغوا قلت لهم لا بغيت نجي لهنايا نبروفيتي سيرتو ما بقى لينا والو تقريبا نرجعو دونك يا صافي هادشي اللي كاين المهم كيف بغيت اسال باي ذا واي انا اليوم لابسه لبس كردي رجالي لا تنوريكم راح حشرات هيبر كونفورتابل مريحه لواحد لو بوان ما كيتصورش سوف كو فيها الصهد جاني الصهد سورتو هنا سخون وفي هاد لابارتي ولكن من نهار جيت وانا كنقول غنلبسها هي المهم كيما قلت لكم ديال الرجال ما كاينين البنات اللي كيلبسوها مي غار زعما قليل البنات اللي كيلبسوها سورتو كانوا كيلبسوها بزاف البنات ديال الحرب زعما اللي كيمشيو يحاربوا في العسكر وداكشي كيلبسوها صافي المهم صراحه زوينه وكاينين دي ديفيرونس ستيل كاينه هذه محلوله كاينه مسدوده كاينه بزاف المهم كتحمق الصراحه صافي دونك المهم كي با بويد اس نشوف واش نديرو اليوم احمد ماشي برد الزيتون بلاح ومناضه كديروهم هنايا بعدو جبنا معنا ماكلة وغنطيبوها هنايا فوق الحطب هيا اخت مروان هادي هي الصغيورة فيهم هادي من بعد مروان هو الصغير لا من بعد فيمان انا فيمان افان لا انت في الدراري اصغر واحد في البنات هادي هي اصغر واحد انا بيبي شوفوا سبحان الله العظيم عندها واحد الخالة شوفوا فين علي من ولدها حتى هو سبحان الله العظيم شوفوا ها هو هذه اخت مروان واحدة اخرى ما شفتوهاش اول مره غتشوفها هذه ديجا شفتوها هذه بنتها الاء كترسم بحالي رسامه وصافي كاسبي واخا انا نعم مروان عادي في الطريق كاين شي حشرات كينقزوا دايرين بحال الجراد انا ما كنخافش من الحيوانات وكنكره الحشرات الا الحشرات ما عاد كيجوني كيجوني مقززين كنت غنطيح اخيرا وصلنا شوفوا شحال المسافه ضربنا
شوفوا دابا الدور فين كاينين، حنا شحال ديال المسافه ضربنا، ماشي سهله، كتبان سهله ولكن صعيبه. زوين كي واحد احساس واعر. عاتي تخيروا معايا السكات وشوفوا شوفوا الفيو، صوت الطياره كنسمعوها، ما كتبانش لنا ولكن كنسمعوا الصوت ديالها. ياكو كتسمعوا الصوت ديال الطياره؟ واعر 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 واعر. ما كيبانش في الرياليتي بحال الكاميرا، في الكاميرا مظلوم الفيو، كاميرا مظلوم، حتى الجبال في الرياليتي كيبانوا شحال غزالين ما شاء الله. او ماي جاد، كلشي هادشي ناس، واو ما شاء الله. اخويا برد في ميدو، ما فيا لي غوت باطخي فيبل مرتاوت شويه، والله ما قدرت نغوت واحد الغوته كبيره كملت شت تجمع انفاسي. اخ رزنا طلعنا الفوق كثر، شوفوا المسافه فين كنا وفين حنا. واحد اسمعوا الأذان، يلا مروة واو شي من هنا كتبان بحال النمل. عاوتاني مشينا بسلام، دابا في الغوتوغ هو الصعيب، شحفونا وقتلوني انا حشرات بالقصريز. كاين هاد لي تخوك كيقرصوا كيكونوا من مشكله، دابا ما عارفينش منين نرجعوا. الطريق صعيبه صراحه بزاف. يطلع ولد غمر ماني تشيكي لينا اختو بلوتو، كيقول لي هذيك هي الطريق، كيقول لي اه شويه، كيقول لي لا ماشي هي، ما متاكد. اكفي صعب خوف درنا راسنا طاحت ربعه ديال طاحت، هذه مسكينه طاحت جوج طاحت، مروه شحال طاحت طاحت باقي فازقة، ولكن بصح صعيبة ماشي سهلة. ياك مروة اش كتقول؟ صعيبة اش كتقول؟ والو بالنسبة لها سهلة، بالنسبة لك انت صعيبة صراحة. لا لا صعيبة، هي ضعنا الطريق اصلا، اول فيرست تايم وثانيا الرجوع ما عرفناش الطريق، طولنا اكثر. انا مازال ماني في كاميرا لا لا كنت كنحس براسي غنسخف وحق الله. وسط الطريق عطاني مروان، بصح كنحس بالدوخه، فيا الدوخه ماشي كنحس بالدوخه، فيا الدوخه وفيا السخفه. عطاني مروان التوت هو اللي عطاني شويه طاقه باش نكمل. عرفتي دابا فازقه، عامت كوبيت على راسي الماء، هي شيت شويه للشمس باش نشوف. احساس زوين ملي كطلع القمم، مي سي با فاسيل، سورتو حنايا ضيعنا الطريق، صعيبه بزاف الغوتوغ، والله ما سهله ما سهله، سورتو انا مريضه ما فطراش وما واخداش الفيتامين ديالي. او ماي جاد او ماي جاد او ماي جاد، ولكن تستاهل الصراحه، كل منظر لي فوق داك الاحساس يستاهل والله. بابيكيو شي عطيه كل بيازا كي ولي طيب عطيه زعما دا عليا
يا بنا ولا جعلها تشكيلها إن شاء الله شيء دابا هاد البلعودة جات ما خلاتنيش نعس يلا بغيت نتكى في هاد الشميشة ونشوف مع راسي ما خلاتنيش فاش جيت ندير ليها انا غنيت ونعنكشها قالت لك عطيني سكوت حتى انا عيان ناكلك I love you. شكون هادي؟ غايبة عينك على مزيان صافي هذا مروان علاش مر على الاخر هذا حيت ما وجه مستوي بعد باقي ما مسي من يكون البيض هو اللي سبحان الله هو اللي مستوي هذا حامض هذاك حلو باقي ما مسي من يكون احمر كحل شوية يا عطيني انا ماشي هما انا شوية ابا بابا كله بزز شنو كي طيب على حطب الحم يومي Thank you. تمام باسا كرو ايه باسا نو كرو نو مريم هذا الكتاب ديال بنت اخت مروان كتجيبو معاها كتكتب فيه لسيفينو كل واحد كيكتب لها شي حاجه حتى انا كتبت لها زوينة ليدا عندي بحاله مي انا كنكتب راسي دابا ما كنعطيك حتى واحد يكتب دوبي كان في عمري 10 سنين زوينة أشهد أن لا إله إلا الله وبدلت دابا وليت مرا قبيله كنت راجل كردي دابا وليت مرا كرديه شوفوا هذا كيحمق داير بحال السلهام صفكه هو مشبك هاد التوب عندنا في المغرب في زمان كيديروا العيالات فوق راسهم معروف اكيد اللي زمان اللي كيعرف داكشي تراديسيونيل في المروكان فاشن غادي يفهم فيه و عجبني بزاف 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 هاد اللبسه كانوا عطاوها ليا بنات اختو شحال هادي باش نلبسها وما كتبش اليوم نلبسها داليا الازعاج جيت باش نتصور انا وياه شوفوا لبس هو مغربي ومسكينه فاقت من الناس يلا فاقت مسكينه كانت ناعسه حدايا هو ما كانش في واحد البلاصه دونك فوالا هذا الشيء اللي كاين سينو كي جاكم لو لوك صراحه عجبتني هاد لا كولور بزاف 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 شوف البنت شوي لابسه زوين تصورها خذ النمبر بعد تعملوا كازما شكلو برافو لا برغم بعد بعد انا شكرا وان مور انت شكرا كرنا وين كاش مان السكر شو
نوريكم فين كنا قبيله نورمالمون هنا فين كنا جالسين وعبرنا هاد الطريق كلها اللي كتشوفوا في الالي من الفوق هكذا 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 وصلنا من نور هاد الجبل وفي الغوتوغ عوض ما نجيو من اللور جينا من هنا القدام وجايين بحال هكا زعما باش نختصروا الطريق ولكن حنا غير ضيعنا بقينا كنديروا بحال هكا وطولناها وصلنا هنا هذه دار ديال بابا مروان القريه فاش وصلت لهنايا انا صافي ما بقيتش قديت صافي ابري شنو درنا نزلنا من الجبل هنايا وهبطنا هكذا ومشينا ابي من الشانطي هذا زعما الرئيسي صافي ما بقيناش قدرنا نمشيو من الجبل هادي هي دارهم اكيد كاينين الناس هنايا اللي كيقابلوا هادشي كامل كان عقل فاش يالله عمر وين كنتو كتبنيو هذيك انت كتصيفط لي التصاور عقلت ولا ولا واش شحال هادي كنت مزال ما تزوجنا انا ومروان لا واش هي ماشي كامل هي انا وين